وحول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وأهم فعالياته اليوم، معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، كيف تجري فعاليات مهرجان العالمين اليوم؟ أرحب بك إيمان وبكل السادة المشاهدين من مدينة العالمين الجديدة. لازلنا نتابع كل الأجواء المبهجة هنا في مدينة العالمين في إطار تنفيذ فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. دعيني أنقل لك بداية وأتحدث عن الانطلاقة القوية للأسبوع الثاني من فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، وهذا رصدناه من عدة أمور. أولا، اليوم كان هناك يعني بعض العرض لبعض الطائرات في الجوية، و وأيضا يعني لاحظنا وجود عدد كبير من الزائرين في مدينة العالمين الجديدة، ونحن نتحدث بالطبع عن إجازة نهاية الأسبوع والعطلة الرسمية، فبالتالي هناك عدد كبير وعدد من الزائرين في مدينة العالمين الجديدة، وهذا يأتي أيضا بالتزامن مع دعوة السائحين والزائرين لحضور فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. فنحن نرى أيضا على الشواطئ الجميلة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة بها عدد كبير من الزائرين والسائحين، بالإضافة أيضا إلى الممشى السياحي ونسب الإشغال في الفنادق. أما الجانب الآخر هو أيضا الاستعداد الأكبر الذي يتم وضع اللمسات النهائية والأخيرة على العالمين أرينا، هذه المنطقة الكبيرة في الممشى السياحي والذي ستستضيف حفل الفنان تامر حسني غدا الجمعة. إدارة المهرجان أعلنت عن يعني نفاذ عدد كبير من التذاكر، يتبقى أعداد محدودة لحجز هذه التذاكر، كما أعلنت أيضا إدارة المهرجان عن فتح التذاكر باب الحجز لتذاكر حفل الفنان أحمد سعد الذي سيكون في 21 من يونيو الجاري. الجميع هنا كل الزائرين من كل مختلف دول الوطن العربي والعالم يتساءلون عن فعاليات مهرجان العالمين، يحرصون أيضا على حضور مثل هذه الفعاليات، وكل المناطق هنا في مدينة العالمين تتأهل لاستقبال كل الفعاليات، سواء كانت العالمين أرينا التي ستستقبل بعض الحفلات الفنية أو حتى المنطقة الترفيهية التي استضافت فعاليات الأسبوع الأول والتي كانت أيضا بداية قوية بعدد كبير من الفعاليات التي كانت موجودة، إذا كنا نتحدث عن بطولة التيك بول أو حتى بطولة جيل التحدي الذهبي بحضور نجوم العالم ونجوم أيضا الكرة المصرية في مختلف المجالات. نتحدث عن أن الأسبوع الثاني أيضا الذي بدأ اليوم بعرض الطائرات وسيكون غدا بحفل الفنان تامر حسني سيكون به أيضا عدد من الفعاليات القوية خلال الفترة القادمة، ومستهدف استقبال عدد كبير من الزائرين، خاصة ونحن نرصد الحركة السياحية الكبيرة في مدينة العالمين الجديدة، وهذا لما تتمتع به مدينة العالمين من معالم مميزة، خاصة منطقة الأبراج أيضا التي تتم في الممشى السياحي وتتم أو أيضا من حولها عدد من الفعاليات، البحيرات الصناعية التي ستستضيف بطولة التجديف وأيضا بطولة الترايثون السباق الثلاثي، بالإضافة أيضا إلى فعالية أشهر 10 مصممين في الوطن العربي ستكون موجودة أيضا في المنطقة الترفيهية، هذا فضلا عن الفعاليات وأيضا الفقرات التراثية والفنية من بعض فرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة، وهذا سيكون على الممشى السياحي غدا. نتوقع أن يكون هناك عدد كبير جدا في حضور حفل الفنان تامر حسني، وبالتالي أيضا سيشهد الممشى السياحي، وبالمناسبة يعني الممشى السياحي والمنطقة الترفيهية تقدم كل الخدمات للزائرين والسائحين. نتحدث عن بعض المحال التجارية الكبيرة الموجودة في المول التجاري الموجود في هي تقدم خدمات الممشى السياحي يومي وهو طبعا الأول ومن من أبرز ملامح مدينة العالمين. أشكرك جزيلا، نقلت لنا الصورة بوضوح محمود جميل من العالمين.